زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم خلال حلقتنا امبارح في صباح الخير يا مصر عن انطلاق موسم حصاد القمح. في الوادي الجديد تم انطلاق موسم حصاد القمح واللي بلغت المساحه المنزرعه منه في المحافظه 328 الف فدان بزياده حوالي 8000 فدان عن السنه اللي فاتت وبمتوسط انتاجيه 17 طن لكل فدان. احنا النهارده بنبدا موسم الحصاد الرسمي للمحافظه الوادي الجديد، واحنا من اول المحافظات اللي بتنتج القمح بدري. درجه الحراره عندنا بنبدا موسم الحصاد بدري، بس ظروف العيد اخرناه للنهارده 15/4، وبالتنسيق مع الصوامع ووزاره التموين ووزاره الزراعه بيتم نقل من الفلاح كل مراكز المحافظه الى الصوامع داخل المحافظه. كان في صومعه في الخارجه 40000 طن، وفي صومعه في الفرافره في العوينات 65000 طن يعني. بس ده الانتاج بتاعنا احنا بيقترب من مليون طن سنويا، فان شاء الله اتمنى ان شاء الله المحافظات المجاوره لينا الصوامع كان في المنيا او في هنا او في سوهاج بنبدا نودي بالتنسيق مع الصوامع. الحمد لله في الوادي الجديد تم زراعه 328000 فدان، متوقع انتاج حوالي من 850 الى 950 الف طن ان شاء الله بامر الله تعالى. بدانا الحصاد وان شاء الله بدانا التوريد. صومعه العوينات استقبلت اول توريده لمحصول القمح، وصومعه العوينات دي ساعتها التخزينيه حوالي 60 الف طن. ايضا صومعه الخارجه استقبلت النهارده اول يوم شحنه من القمح، ساعتها التخزينيه حوالي 45 الف طن. ايضا جمعيات الزراعيه بالكامل، شونه البنك الزراعي بالفرافره وغرب الموهوب بتستقبل محصول برضو توريد محصول القمح. الحمد لله في خلال 24 ساعه، الحمد لله في غرفه عمليات 24 ساعه مع محافظه الوادي الجديد مع وزاره الزراعه مع يعني الحمد لله. نتمنى ان شاء الله يكون موسم حصاد وتوريد جيد جدا. النهارده حاجه مبشره بالخير، والمقارنه حتى عن العام السابق الحمد لله يعني في مقارنه، والمقارنه فضلا ان شاء الله وحاجه جميله جدا، والمحصول في الزيادة. والنهارده واصل من زي ما انت شايف من 18 ل 20 ارداب في الفدان، وده شيء مبشر بالخير. وبنشكر مديريه الزراعه، هي دعمتنا بالحقول الارشاديه ووفرت لنا اكثر من صنف مصري 3 وسخة 95، والحمد لله احنا زرعنا حاليا احنا في موسم حصاد القمح، والحمد لله بنشكر القياده السياسيه في البلد ومديريه الزراعه على الدعم الكامل. السنة دي المحصول حلو أحسن من السنة اللي فاتت، والحمد لله رب العالمين.